ضافوا الفلبين كأس العالم في سبعينيات القرن الماضي. فريق مايتي سبورتس الفلبيني بضم مجموعة من اللاعبين الأجانب المميزين على رأسهم أندري بلاتش، رينالدو بالكمان، جيلان كيندريك وبعض اللاعبين الفلبينيين المميزين. على الجانب الآخر أيضا علي مزهر يقود نادي بيروت مع إلي رستم مجموعة من اللاعبين الدوليين كباتريك بوعبود، كريم عز الدين، أجانب أيضا مميزين. رح نستمتع بهالمباراة بطبيعة الحال زميلي حسن. كون حاضرة معك بالكلمة والصورة، وبالتأكيد سنتابع مباراة طيبة. الكلمة والصورة إليك أشرف. بدي أتشكرك أكيد حسن على المجهود الكبير اللي بتعمله داخل أرض الملعب لنقل الصورة كاملة بكل ما يتعلق من ناحية الفنية، أيضا من ناحية حضور الجماهير، كل ما يتعلق ببطولة دبي بنصر رقم واحد الفلبيني. إذا مشاهدي الكرام، مايتي سبورتس الفلبيني بيروت اللبناني متصدر المجموعة مع رابع المجموعة في مباراة كبيرة. صدقوني حتى أن الفريق الفلبيني كان مرشح على حساب الفريق نادي بيروت، لكن نادي بيروت معودنا والفرق اللبنانية معودتنا كتير أنها تكون حاضرة مع أكبر المباريات. كلهم لاعبين عندهم خبرات كبيرة بنادي بيروت، حتى إدارة نادي بيروت اليوم عم بتأزر الفريق وعم تحضر شخصيا داخل أرض الملعب وحضره من العاصمة اللبنانية بيروت. بسرعة مع مخرجنا محمد الكتبي وفريق العمل راح نستعرض تشكيلة كلا الفريقين. أيضا نادي بيروت بالأرز، جيرارد حداديان، باتريك بوعبود، مروان الزيادة، إلي رستم، رالف عقل، كريم عز الدين، شاربل جان، جاد عبد المسيح، وبدون شك جيروم جونسون اللاعب الأمريكي. الكوتش هو مروان خليل، واحد من أنجح المدربين في لبنان في آخر ثلاث مواسم. على الجانب الآخر الفريق الفلبيني، رينالدو بالكمان، ماكنزي مور، جيلان كيندريك، أندري بلاتش، ميكي ويليامز، مالونزو، إز أك جو، خوان غوميز ديليانو، رافينا، دي ألفونزو، وبوبلغا. الكوتش شارلز تو، وبطبيعة الحال النشيد الوطني اللبناني. النشيد الوطني اللبناني، أمام الجماهير اللبنانية حاضر هون بصوت الشيخ مكتوم بن حمد المكتوم مع مباراة كبيرة. صدقوني رغم أنه الفريق الفلبيني قلت مرشح للفوز على نادي بيروت، لكن قد يفعلها اللبنانيين اليوم. النشيد الوطني الفلبيني، الجالي الفلبيني الحاضرة في هالملعب، والجالي الفلبيني كبيرة في دبي على غرار 260 جنسية بيعيشوا في بلد الأمن والأمان دولة الإمارات العربية المتحدة، حافظها الله هذه الأرض الطيبة. عموما الربع الأول من هالمباراة بينطلق دائما عند الفريق الفلبيني بيلعب الخمسة الحمراء، دائما عند ويليامز إلى رينالدو بالكمان. رينالدو بالكمان بيحاول كرة تحت الباسكت، وأول سلة فلبينية عن طريق رافينا. رافينا بيسجل اول 2 بوينتس بالجيم. نادي بيروت بالستارتنج 5، علي مزهر على مستوى البوينت جارد، امامنا اللاعب رقم 23 بنادي بيروت توني هوكنز، جيرون جونسون موجود، جي جي بياخذ كره على الارك، ضاعت توصل لنادي مايتي او فريق مايتي سبورتس الفلبيني لانه مش نادي هو شركه. عموما الي روستون بتشكيله باتريك بوعبود، كرة على الثري بوينتس، جيلان كيندريك 5-0 رن لنادي او فريق مايتي سبورتس الفلبيني. نقطتين لرافينا، ثري بوينتس اولى بالجيم عن طريق كيندريك. جونسون عند ايلي، ايلي لباتريك، باتريك بياخذ الكرة على الارك، ان اوت، ضاعت الكرة بتوصل عند اندري بلاتش. اندري واحد من اللاعبين عندهم قيمة كبيرة، اندري بلاتش، لكن علي مزهر بيسرق هالكرة. نايس موف لعلي، عملت كل شيء للتسجيل يا مزهر. بغيب عن نادي بيروت في هالجيم
جيرارد حدا ديان. عموما كرة ضائعة، علي مصر على الريباوند، أحسن لاعبي البوينت جارد في لبنان مع وائل عرعجي وعلي منصور، نضيف عليهم الرابع رودريغ عائل، الأول عرعجي، علي مزهر، علي منصور بنفس الليفل تقريبا، و حاليا عم بيكون رودريغ عائل الرابع. عموما جونسون ياخذ الجامب شوت وبيسجل أول باسكت له بالجيم. هذا علي مزهر أمامنا، بوينت جارد نادي الحكم السابق، لعب نادي هوبس علي مزهر كذلك قبل هيك، لعب لهوبس علي مزهر، لعب للحكمة وحاليا موجود مع بيروت. جونسون على الفري ثرو لاين، 5-0 ران، عم نشاهد ما قدر ينجح على الرمية الحرة الإضافية، سجل 2 بوينتس، حصل على خطأ أول رمية حرة بتضيع على نادي بيروت، دائما الكرة عند ويليامز، رينالدو بالكمان بيسجل و 2 بوينتس. نادي بيروت عنده مشاكل دفاعية مشاهدينا الكرام منذ البداية، عم نشهد المشاكل الدفاعية، فالكوتش مروان خليل ما راح يرضى بهالأخطاء البدائية إن صح التعبير، خطأ على مستوى الدفاع على التو مان جيم، خطأ على مستوى الروتيشن بدون شك. علي مزهر حتى لو عمل روتيشن لانه قادم من السترونج سايد، هي ايضا في الطريقه فيها ريسك شوي، لانه لما علي مزهر بيعمل الروتيشن من السترونج سايد او من الجهه اللي فيها الكره، معناها اللاعب اللي عم يدافع عليه قادر يشوت، اللاعب اللي دافع عليه علي قادر يشوت على الثري بوينتس. عموما الفريق الفلبيني عم بيعمل بريشر فول كورت دائما عند ايلي توني هوكنز. علي مزهر، علي، علي مزهر، علي بالانسايد، باتريك هاي لود، جونسون لوين، لوين اوت، تورن اوفر على بيروت، بدايه مش منيحه لنادي بيروت، 8-2 بدايه ممتازه لفريق مايتي سبورت. طبعا هذا الكوتش موجود معهم تشارلز تو منذ سنوات، بيحاول يعمل شيء مع فريق مايتي سبورت الفلبيني، كان بيعمل شيء بهالنسخه رقم 31، عنده بعض الاسماء المهمه، قلت رينالدو بالكمان، اندري بلاتش، وكذلك ويليامز، هناك ماكنزي مور، هذا ويليامز، ويليامز بياخذ الكره على الثري بوينتس الضايعه، ريباوند جونسون، جود جوب، بيحصل الديفنسيف ريباوند. الكره لوين؟ على الكورنر، توني هوكنز على الارك، بيسجل توني. فريق بيروت فريق مش سهل، الاسماء الموجوده بفريق بيروت مش سهله، هناك على البنش الي شمعون، كريم عز الدين، وبعض الاسماء المهمه اللي ممكن يسميها الكوتش مروان خليل. اندري بلاتش 8-5، اندري بلاتش، كندريك عند رينالدو بالكمان، مقطوعة، جود ديفنس لتوني هوكنز، توصل عند إيلي رستم، علي مزهر بيدور على توني هوكنز، نايس باس من علي مزهر، جود جاب لتوني هوكنز بسرعة. نادي بيروت بيسجلوا 5 نقاط دون رد، والرد الفلبيني الحاضر بالفاست بريك، إذا ما نجح نادي بيروت يوقف رافينا ولاعبي نادي أو فريق مايتي سبورتس الفلبيني على الفاست بريك رح يكون أمورهم أفضل. مطالب نادي بيروت بترانزيشن ديفنس، وهنا 3 بوينتس عن طريق علي مزهر، بيعادل فيهم الأرقام 10-10، جود جاب لعلي، جود جاب لعلي مزهر، التعادل عم بيكون حاضر، أندري بلاتش ممكن يرد عليه بأي لحظة، بأي لحظة أندري بلاتش بيرد، بلاتش 13-10 أول 3 بوينتس لأندري بلاتش بالجيم. إلي رستم، توني هوكنز، عندك ميس ماتش كبيرة ممكن تستفيد وتلعب على أندري بلاتش، إلي بيضيع، إلي أندري بلاتش على ريباوند، غياب جيرار حداديان، ممكن كريع عز الدين يساعد كثير اليوم نادي بيروت على البورد، على ديفنسيف ريباوند او حتى على الاوفنسيف ريباوند، واندري بلاتش بيسجل نقطته الخامسه بالجيم. اندري بلاتش 15-10، شاهدنا الرن اللي عمله بيروت بيوقف، والرن حاليا لفريق مايتي سبورتس 15-10. توني هوكنز على الارك، واو، ان اند اوت، ضاعت، هاردك لتوني هوكنز. مايتي سبورتس لعبوا 3 مباريات ربحوا 3، بيروت لعبوا 4 فازوا 3 خسروا مرة، وهنا ايزي باسكت. الكوتش مروان خليل ما راح يكون راضي عن فريقه، بدك تربح مباراة ضد الفريق الفلبيني، ضد الفرق الآسيوية لازم يكون عندك الدفاع بدون شك. 17-10 7-0 رن، 10-10 كانت النتيجة، سجل الفريق الفلبيني 7 نقط سريعة كان بطلها اللاعب اللي اسمه اندري بلاتش، سجل منها 5. عموما تايم اوت للكوتش مروان خليل الاول له بهالجيم. In just 1 minute,
نهاية الربع الأول. كوتش مروان خليل ونادي بيروت مطالبين بالديفنس اليوم، خاصة على ترانزيشن ديفنس أول شيء، ثاني شيء يعملوا البوكس أوت بكل مرة، لأنه الفريق الفلبيني من اللاعبين هو فريقه، اللاعبين فريق الفلبيني بيروحوا دائما على الأوفنسيف ريباوند، وبالتالي بيحاولوا يحصلوا عدد كبير من هالمتابعات الهجومية أو الأوفنسيف ريباوند بدون شك. عموما 17 10 عم نشاهد الفريق الفلبيني عم بيعمل بريس فول كورت، راح يدافعوا 1 2 1 1 علي مزهر جونسون كريم عز الدين بيدخل على أرض الملعب، إلي رستم باتريك بيقدر يكسره بكل سهولة هالبرس اللي عم بيلعب فيه فريق مايتي سبورتس الفلبيني. لكن لتكسر البرس أكيد مفروض يكون بالباسنج جيم، وبعد هيك علي مزهر يروحوا يتخلص من لاعبي الفريق الفلبيني. ما عندي شك أنه الكوتش مروان خليل ونادي بيروت رح يتحسنوا دفاعيا، لكن أهم شيء لتتحسن دفاعيا مفروض يكون عندهم الجود شوت سيلكشن، خاصه طبعا على الاوفنس، لانه اي كره ضايعه على نادي بيروت راح يرجع الفريق الفلبيني بالترانزيشن اوفنس، لانهم فريق بيركض باللينز بطريقه ممتازه. المراقب بالمباراه بيقول لهم اكيد مش مفروض يكون في 20 شخص على البنش، وبالتالي الشخص اللي مش موجود او اسمه على تشكيله الفريق ما لازم يكون حاضر على البنش، عشان هيك كان التوقف. عموما بنرجع من جديد لارض الملعب، نترك الجمهور السوري الفرح بفوز نادي الوثب اليوم على فريق نادي الرياضي اللبناني، وبنرجع لهالمباراه اللي تاتينا باخراج المبدع دائما محمد الكتفي وفريق العمل. هذا هو جونسون، فرق 7 نقاط دائما لمايتي سبورتس. الفاول على رافينا، مش معقول هالتمريره يا جونسون، ضاعت الكره على رينالدو بالكمان، او بحصلها رينالدو بالكمان لكندريك لابلاتش بالكمان. شوفوا الفاست بريك بوينتس، الفاست بريك بوينتس عم بتكون مؤذيه كثير، او بتكون مؤذيه كثير تحديدا لنادي بيروت. تورن اوفر بعديها 2 بوينتس بالرننج جيم، باتريك بيقرب ياخذ الجمب شوت، باتريك ضيعها، اندري على ريباوند. بيروت ما عم بيلعبوا باسكت بالطريقه اللي مفروض يلعبوها مع فريق مايتي سبورتس الفلبيني لغايه الان. في فاول على كريم عز الدين، اول فاول على لاعب نادي شونفيل المعار لنادي بيروت بهالجيم او بهالبطوله. ثلاث حكام، عامر سيجري امامنا، سالم الزعابي، وهناك اليوناني كوستاس. اندري بلاتش 5 بوينتس، اندري بلاتش على اللو بوست، ضاعت، برافو عليك جونسون، سرقها، بيعوض التورن اوفر اللي ارتكبه. علي مزهر اب اند ان، طبعا سجل، طبعا سجل علي مزهر بنقطة الخامسة بالجيم. اندري بلاتش لرينالدو بالكمان، بالكمان بياخذ كرة على الثري بوينتس، ضايعة. بيروت بيقدر يرجع على مسؤولية، بيقدر يرجع بيروت، محتاجين تركيز شوي على الدفاع، وما استعجال بهالطريقة على الاوفنس، مش معقول بتاخذ هالجمب شوت بعد 4 ثواني. علي مزهر سرقها، بيحاول اندري بلاتش، لاست تاتش على اندري بلاتش، لا بتبقى داخل ارض الملعب. جونسون بيطلع اوف ذا جلاس، ثاني كره بيضيعها، المفروض يغيروا الكوتش. إلي شمعون راح يدخل مكانه، إلي شمعون راح ياخذ مكان جونسون على تشكيله نادي بيروت بهالجيم. رينالدو بالكمان، بالكمان بيروح، واو واو نايس درايف، لكن هالكره ضاعت. بدا من عند علي مزهر، علي، باتريك، كريم عز الدين، جونسون بيحاول يلعب واحد لواحد، كروس اوفر بيروح على الباسكت، بيسجلها اوف ذا جلاس، 2 بوينتس حاليا 19 14، النقطة الرابعة بالجيم. عمل كروس اوفر حلو كثير على جونسون، اخذه بجهة وراح وسجل 2 بوينتس. رينالدو بالكمان بيطلبها، كندريك، كندريك
فرق أربعة دائما عند رافينا. رافينا بدرايف مقطوعة جود ديفنس، هذا مطلوب ليعمله فريق بيروت ليرجع بالجيم. قلت ما عندي شك انه رح يرجعوا بدفاعهم المميز. باتريك نايس درايف. التايم اوت وين للفريق الفلبيني؟ في تايم اوت 19-16. كان مفروض هلا المدرب الفريق الفلبيني يطلب التايم اوت، لكن المدرب ما عندوش خبرات كبيره على فكره، هو مدرب شاب. خلص شوف فريقك كان متقدم 19-10، شايف في 6 نقط وشايف فريقك مستعجل، روح على التايم اوت. ليه لا؟ حتى 19-14 كان مفروض تروح على التايم اوت. ما طلبت ولا اي تايم اوت لغايه الان بالربع الاول. اندري بلاتش تحت الباسكت بيسجل لاعب البيج جاي، نقطته السابعه في المباراه. نادي بيروت ما يستنى ابدا على اندري بلاتش ليرجع الدفاع. طبعا لازم علي مزر يجبر اندري بلاتش كل مره ليعمل الرننج جيم، خاصه يعمل ترانزيشن ديفنس ويرجع بسرعه. كريم بيسجل، برافو كريم. شو عم بيعمل كريم؟ عم بيستفيد من المس ماتش مع اندري بلاتش، لانه اندري بلاتش ما عم بيتقدم عليه. كريم بياخذ الكره على الثري بوينتس 21-19. هو مدرب الفريق الفلبيني عم بيتفرج. 21-19 وهو مدرب الفريق الفلبيني عم بيتفرج. 19-10 كان النتيجه و17-10 19-10 حاليا 21-19. ومش هيك كمان، نادي بيروت ممكن يقلب الجيم على الفريق الفلبيني اللي عم بيشرك مجموعه من اللاعبين وبيغير اربع لاعبين دفعه واحده. الكوتش الفلبيني هاي فرصه نادي بيروت انه ياخذ التعادل وبعد هيك يتقدم. نادي بيروت هاي فرصة نادي بيروت. أخطر اللاعبين هو اللاعب رقم 94 بهالتشكيلة اللي عم تدخل، اللاعب رقم 94 اسمه ماكنزي، هذا خوان ديليانو بيقدر يشوت مسافات بعيدة. خوان ديليانو ضاعت فرصة نادي بيروت على مسؤوليته، يتعادل وياخذ التقدم بعد ذلك. التعادل عن طريق إيلي بالفعل ولسه بيتفرج، ما طلب أي تايم أوت. مستحيل اللي عم تعمله. 21-21 إيلي أب أند إن، جود جوب لإيلي. ماكنزي هذا اخطرهم حاليا على مستوى الاوفنس. ماكنزي مور درايف بيجا، محاوله الدرايف ضاعت، باتريك سرقها. لاست تاتش على مايتي سبورتس. بيروت راح يتقدم. هذا هو مدرب الفريق الفلبيني. فريقك متقدم ب 7 و9 نقط. شوف فريقك ضيع، سجل فريق بيروت نقطتين 4-6-8، اخذوا التعادل تقدموا. ريحهم لهاللعيبه واعطيهم تعليمات واعطيهم تايم اوت بدل هالتبديل اربع لاعبين، لانه حاليا رح تدفع الثمن بصراحه بهالتبديل. عموما كره ضايعه دائما عند ماكنزي. دقيقه و25 الثانيه على نهايه الربع الاول من الجيم، دائما عند خوان ديليانو، هذا اللاعب اللي بيقدر يشوت على المسافات البعيده. خوان جوميز ديليانو، كره عند جيمي، كره مقطوعه. طبعا طبعا لحقها لحقها لحقها. الكرة عند توني هوكنز، أو لا عند جونسون. توني هوكنز موجود على البنش لكن رح يدخل بالكوارتر الثاني بتشكيلة الكوتش مروان خليل. دقيقة وعشر ثواني على الكوارتر الأول، ترجع من جديد. 3 بوينتس جونسون بيعطي التقدم. مش قلت رح يرجع ويعادوا الأرقام ويتقدم؟ وقلت أحسن فرصة نادي بيروت. 24-21 فرق 3 نقط. 53 ثانية على الكوارتر الأول من الجيم. خوان ديليانو هذا اللاعب بيقدر يشوت على المسافات البعيدة لكن ضاعت الحيازة لفريق مايتي سبورتس الفلبيني ل 14 ثانية. القرار من اليوناني كوستاس. ديليانو دائما عند ماكنزي، هذا أخطر اللاعبين على الأوفنس. ماكنزي مور، ماكنزي عنده درايف مهم. ماكنزي شوفوا هالجوم شوت، حكم احتسب الفاول ضده، احتسبها بوش. الجماهير الفلبيني غير راضي عن هالقرار، لكن انا راح اترك المشاهدين الكرام. اذا فيها دفع من اللاعب المهاجم معناها فاول، يا ريت ناخذها من انجل ثاني، يا ريت يا ريت اذا كانت موجوده من هالزاويه راح تكون اوضح. فيها دفع من اللاعب المهاجم؟ فيها دفع؟ لا ما فيها دفع كثير. تاف كول بصراحه، تاف كول. ما بتصفر دائما، لكن القرار يحترم لحكام اللقاء، لكن ما بتصفر دائما هالكرة، عادية عادية ما فيها دفع كبير، هذا برأيي الشخصي. دائما عند إيلي رستم، إيلي كرة عند باتريك، هايلو عند كريم عز الدين. جونسون على الكورنر بيحاول، جونسون لكريم، 3 ثواني، كريم راح ياخذ الجامب شوت، ووكينج على كريم عز الدين. طبعا كريم استعجل ليتخلص من الدفاع ويسجل. أربعة وعشرين واحد وعشرين 10 seconds على نهاية الكوارتر الأول.
جونسون. ما هذا طبعا جيمي بياخذ كره على الثري بوينتس. جود جاب لا جونسون، جود جاب لكريم عز الدين. الاثنين راحوا على البورد. نادي بيروت بيربح الكوارتر الاول 24-21. مشاهدينا الكرام سوبر برافو بنقول لنادي بيروت، واكيد علامه استفهام على اللي صار مع نادي او مع فريق مايتي سبورتس الفلبيني اللي كان متقدم ومرتاح. شاف فريق بيروت عم بيرجع، ما اخذ اي تايم اوت بالربع الاول من الجيم، وهون كان علامه استفهام و100 علامه استفهام مني شخصيا للي صار. 24-21 بيروت على مايتي سبورتس الفلبيني. إذن 24-21 هنا بعض الهايلايتس من فريق العمل. كان متقدم الفريق الفلبيني 19-10 كان متقدم الفريق الفلبيني، يعني بعدها قدر يسجل نادي بيروت 14 نقطة. سجل الفريق الفلبيني باسكت واحدة، لذلك كنت عم بتسأل عن الوقت المستقطع للفريق الفلبيني وين كان. التايم اوت ما كان حاضر. عموما نعطي بعض الإحصائيات شوي. فريق بيروت سجلوا 4 من 10 على الثري بوينتس، نسبة 40%. حاليا نادي بيروت بيوسع الفارق ل6 نقاط، هذا أعلى فارق بيعمله نادي بيروت. هذا جونسون، جيرام جونسون هو اللي سجل على الأرك حاليا. هاي ثاني ثري بوينتس له، 2 من 3 نسبة 67%، وخامس ثري بوينتس لبيروت 5 من أصل 11. بيروت عم بياخذوا الفارق بفارق 6 بوينتس حاليا. اللي بيعيب على نادي بيروت بالربع الأول من الجيم إنهم ما شاتوا أي رمية حرة، يعني ما تحصلوا، لا شاتوا واحدة كانت على الأند ون، وهي رقم قليل على الفري ثروز. حتى الفريق الفلبيني شات بس رمية حرة كانت فرصة الأند ون ونجحوا فيها. بالتالي فريقين ما عم بيوصلوا ويلعبوا تحت الباسكت ولا عم بيحصلوا أخطاء. بيشوتوا زي إلي رستم هيك على الثلاث نقط بشكل مستعجل، لا مفروض تروح على الباسكت وتربح فاول. عموما في دبل دربل بيحتسبوا حكم اللقاء. مايتي سبورتس الفلبيني بيخسر الكرة للمرة التاسعة بالجيم، 9 تورنوفر على فريق مايتي سبورتس. نادي بيروت ارتكب 3. لما بيكون عندك لاعب زي علي مزهر، بيكون عندك زي إلي رستم، لاعبين خبره هيك تقال، بيعرف يمسك الكره ويحافظ عليها. كريم عز الدين ايضا من اللاعبين تقال، هاند اوف عند إلي. على ريباوندز الفريق بيروت كان عنده 6-11 بالنسبه لفريق مايتي سبورتس، وهنا الكره ضايعه. ليش فريق بيروت؟ هلا فريق بيروت عم بيلعب بطريقه غلط، لما تبدا الكوارتر الثالث بهالطريقه. واو، فيها فاول على باتريك لمصلحه مالونزو. طبعا لما تبدا الجيم بهالطريقه على الثري بوينتس مش مطلوب. صحيح بعض الاحيان انت موفق وشايد 5 من 10 نسبه 50% على الثري بوينتس، بس مش معناها تكمل بنفس الطريقه. لازم تعمل توازن على الانسايد اوتسايد. الحكم اليوناني او حكم الدوري الاماراتي سالم الزعابي احتسب فاول على باتريك. إلي رستم بيروح على البنش بتشكيله الكوتش مروان خليل. جيرون جونسون موجود، كريم عز الدين، توني هوكنز، رالف هايل، وإلي شمعون مرتاح، باتريك، علي، إلي رستم، هم الثلاثة اللي كانوا بالستارتينج فايف. ضاعت الفري ثروز الثانية 27-24. واحدة من تنتين لفريق الفلبيني على الرميات الحرة في مرة، أو واحدة عفوا من لا والله 2 من 3 على الفريق على الفري ثروز بالنسبة لفريق الفلبيني. مقطوعة، تيرنوفر الرابع على نادي بيروت، فاول باسكت ان، لا ضائع. واحد من لاعبين الشبان مع الفريق الفلبيني اسمه ديف الديفونسو، الديفونسو راح يكون على الفري ثروز. 67% نسبتهم على الفري ثرو لاين. بيضيع 2 من 4 نسبة 50%.
فريق فلبيني على 2 بوينتس بالربع الاول بفضل اندري بلاتش ورينالدو بالكمان. مع البدايه كانوا موفقين تماما وعملوا 7 من 9 في الربع الاول، نسبه 77%، نسبه كبيره على 2 بوينتس وهي النسبه المطلوبه دائما. على 3 نقط الفريق فلبيني 2 من 7، خاصة انه فريق بيروت تحديدا باخر 5 دقائق بالربع الاول، النصف الثاني بالربع الاول لعبوا بطريقة دفاعية ممتازة. كريم بيعمل درايف بيضيع كريم، هنا كان ممكن يسجل اللاعب الفلبيني بسالته. 27-24 توصل عند رافينا، عفوا مش رافينا، هذا خوان ديليانو، هنا دي الفونسو. دي الفونسو بيلغا بيطلب الكرة، احسن اوقات بيروت لياخذوا الرن. مفروض نادي بيروت يتقدموا ب 10 نقط على الاقل بهالتشكيلة اللي بيلعبوا فيها الفريق الفلبيني، 10 نقط لو ما استمر الفريقين بنفس التشكيلة المفروض 10 نقط. ليه تأخرت؟ اطلع بالعالي، اطلع بالعالي. الكرة عند جيروم جونسون، توني هوكنز على الارك بيضيعوا. شوفوا كم كرة اخذها نادي بيروت حاليا، 3 كرات ضيعوها مع بداية الكوارتر الثاني على الارك نادي بيروت. ماكنزي درايف نايس بلوك يا كريم عز الدين، جود جوب جود ديفنس، وهنا خطأ هجومي، هذا بيجا اللي ارتكب الفاول. طبعا نتمنى للفريقين يقدمونا مباراة كبيرة. بيجا بيخرج، واحد من الكي بلايرز بالنسبة للكوتش تشارلز تو بيدخل على أرض الملعب. رينالدو بالكمان بيدخل بتشكيلة فريق مايتي سبورتس. 27-24 جيروم جونسون بياخذ الجامب شوت بيسجل. 29-24 ما زلت عن كلامي، هذا احسن وقت لبيروت ياخذوا الليد ب 10 نقط، رغم دخول على فكره رينالدو مالكمان، رغم دخول رينالدو مالكمان، لانه توني هوكنز بيقدر يوقفه حاليا. خلينا نشوف باقي الفريق، هذا ماكنزي مور، ماكنزي بيطلب السكرين، السويتش موجود ما في اي مشاكل، ماكنزي درايف فاول. اذا قدر الكوتش مروان خليل، إذا قدروا لاعبين بيروت يوقفوا هالبنتريشن اللي بيعملوه فريق فلبيني، إذا قدروا لاعبين نادي بيروت يوقفوا الرننج جيم ويمنعوا الفريق الفلبيني من التسجيل من الفاست بريك، راح تكون أمورهم تماما زي ما بنشاهد، متقدمين دائما، متقدمين دائما. يعطوهم الجامب شوت من المسافة المتوسطة، يشوتوا على راحتهم ب 3 بوينتس، مش على راحتهم، على راحتهم لا. يعطوهم شوطة صعبة على 3 بوينتس لأنه نسبهم متدني على 3 بوينتس في مباراة اليوم. الرميات الحرة نفس الشيء، 2 من 5 على 3 ثرو لاين. ماكنزي بيعجبني كثير هاللعيب. بيسجل الرمية الحرة الثانية. الكرة دائما عند علي مزهر. علي بيرجع الكوتش على أرض الملعب حاليا. علي كرة عند كريم عز الدين، توني هوكنز فيك تشوت شوت لأنه أنت في مس ماتش كبير، فيك تعمل درايف على أندري بلاتش، روح هذا المفروض. علي نايس باس، يا سلام يا علي، لكن جيروم جونسون ما قدر يمسكها. دي ألفونسو فيها خطأ هجومي، جود كول. من جديد عملية الدفع بالإيد الشمال، رايح على الباسكت ما تدفع اللاعب المدافع. إلي شمعون الفارق 4. إلي تحت الباسكت، ممكن لكريم عز الدين يعمل الأوفنسيف ريباوند، بالفعل لمسها كريم لكن وصلت فلبينية. كوش ممكن يرجع بإلي رستم بعد شوي على أرض الملعب. برافو علي مزهر، لعيب حريف باسكت، بيسلم لجيروم جونسون اللي بيسجل بالفاست بريك. 31-25 الفارق 6. لما قلت 10 نقط لبيروت يعني 10 نقط أحسن وقت. مطالب مدرب الفريق الفلبيني يرجع أندري بلاتش واللاعب رقم 4 اللي اسمه كندريك. لو كنت مكان مدرب الفلبيني راح أدفع بتبديلين، أندري بلاتش وكندريك مع بعض. هذا بلاتش واحد منهم أخيرا بيدفع فيه. رافينا، ماكنزي، ماكنزي بنتريشن سهل، باسكت ان طبعا بيسجل على اخر ثانيه. علي مزهر الفارق 4. بيروت وصيف بطوله دبي الدوليه لكره السله، وصيف بطوله الانديه العربيه مرتين، ووصيف بطوله الدوري اللبناني. كريم عز الدين على الارك، ثاني 3 بوينتس له ما بينجح فيها كريم.
غريم سجل مرة على مسافة الثري بوينتس. هذا أندري بلاتش، أندري باندفاع كبير وبأوفنسيف ريباوند بيحاولوا يوقفوا. برافو علي الفاست بريك. التايم أوت الفلبيني وين؟ غريب جدا. 33-27 تارك المباراة تماما، تارك المباراة تماما. 33-27 فارق 6 بوينت حاليا. بيروت عنده فرصة للعشرة إذا وقفوا البنتريشن. أعطوهم تف شوتس على الثري بوينتس، قادرين يروحوا بالفاست بريك كل مرة لأنه أندري بلاتش بطيء بالرجعة. هنا أندري بلاتش بول فيك فاول، إذا كان على كريم راح يكون الثالث. الفاول يبدو على اللاعب 23. خلينا نشوف توني هوكنز على مين، على مين، على مين، على لا على كريم عز الدين هو الثالث. الكوتش مروان خليل اكيد راح يعمل دبل تيم كل مره على أندري بلاتش على اللو بوست، كل مره راح يعمل دبل تيم على أندري بلاتش على اللو بوست. هذا هو أندري يضيع الرميه الحره الاولى. لاعب خلوق جدا على فكره أندري بلاتش، لاعب خلوق جدا أندري بلاتش داخل وخارج ارض الملعب. طبعا مستوى فني كبير للاعب اكس ام بي اي حاليا بسجل نقطه الثامنه في المباراه. علي مثل علي ماكنزي بدافع على جون جونسون لكن دائما عند علي على السايد لاين. توني هوكنز على الثري بوينتس مش ماشي معه، مش ماشي معه. الفارق خمسه. فريق الفلبيني عم بيستفيد من ضياع نادي بيروت على الاوفنس. فريق نادي بيروت عم بيدافع بطريقه ممتازه. قلت كل مره راح يكون على لو بوست مفروض يكون دبل تيم، دبل تيم، دبل تيم. المساعده لباتريك أندري بلاتش بيتخلص من لاعب لاعبين، بيعكس الكره عند ويليامز. طبعا تعطيهم شوط صعبه، هذه كره سهله كانت عن طريق ويليامز. ويليامز بيخلص الفارق لباسكت. النقطه الخامسه لويليامز على الارك. رجعوا من فارق ال 8 بوينتس ل 6 بوينتس حاليا لفارق السله. علي باتريك جيرون جونسون، باتريك بالانسايد تعكس عند توني هوكنز مش ماشي معه هاللاعب الامريكي. علي مزهر على ثلاث نقط، علي بياخذ دور اللاعبين الاجانب. علي مزهر فريق الفلبين عنده فرصه يعادل الارقام وممكن الليد بنقطه. رافينا ويليامز شوفوا قد ايه سريعين باسنج جيم، لكن نحتاج نادي بيروت يكون عنده فريش ليجز على ارض الملعب بكل مره. كره ضايعه بدون شك توصل عند نادي بيروت. علي مفروض يهدى، نادي بيروت مفروض يهدى لانه هالتسرع بيخسرهم الكره. سادس تورن اوفر على نادي بيروت بالشوط الاول من الجيم. هذا هو علي مزهر. الاهم من علي ونادي بيروت ما يلعبوا وما يروحوا للرننج جيم، لا اليوم مباراتهم دفاعيه. دبل تيم على أندري بلاش تحت الباسكت يصعبوا الشوت على الفريق الفلبيني على الثري بوينتس. اهم شيء البوكس اوت لنادي بيروت لانه اللاعبين الفريق الفلبيني مايتي سبورتس دائما بيروحوا على البورد ليربحوا الاوفنسيف ريباوند. باتريك شو عم بيعمل رينالد بالكمان؟ اعتقد مفروض ينحسب تكنيكال فاول على رينالد بالكمان، هذا رايي الشخصي. والله برافو يا كابتن سالم الزعابي، برافو للحكم الاماراتي سالم الزعابي. تكنيكال فاول بوقته، برافو والله، بزقف لك على هالقرار لانه بده يمسك المباراه تماما ليمنع اي احتكاكات بدنيه. الرقم 34 تكنيكال فاول لانه تعرض لباتريك بطريقه ابدا مش مطلوب منه. خلينا نشاهد الحسب على باتريك كمان تكنيكال فاول دبل. احتسب دبل فاول على باتريك وايضا على رينالدو بالكمان لكن برافو. 33-32 لفرق نقطه. وحابين نشوف اي احتكاكات على ارض الملعب.
دقائق 14 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. رينالدو بالما هنا ناو ضاعت. ما زال فريق بيروت متقدم بنقطة. الكرة دائما عند علي مزهر. جيروم جونسون عنده 55 عنده 14 نقطة، لكن بدي اقول 55 بوينتس لا 14. اللاعب رقم 55 حاليا بيسجل نقطة 16 بالجيم. جود جوب، نايس باس من علي مزهر، لانه التمرير اللي اجت من علي مزهر كانت بسبيسنج حلو وتايمينج اروع لعلي مزهر. عامل كان معطيه مساحه ليلعب واحد لواحد، كان عامل تايمينج رائع. إلي رستم على ارض الملعب، الكره دائما عند كندريك. اندري بلاتش بول فيك، اندري فيها خطا هجومي، فيها خطا هجومي، اوفنسيف فاول. الحكم احتسب خطا المشي. جود كول للحكم الدولي السوري عامر سيجري. برايي هنا في عمليه دفع، الحكم اكتفى بووكينج على اندري بلاتش. جود ديفنس لبيروت. الفرق خمسه. جيروم جونسون هنا علي مزهر بيحاول يلعب واحد لواحد، بياخذ الجامب شوت حاليا، بتضيع الكره توصل عند رينالدو بالكمان. رينالدو، الفرق خمسة لبيروت. أندري بلاتش، فريق فلبيني هيدي، لكن هاي أحسن وقت مشاهدي الكرام للفريق فلبيني يرجع ويعادل الأرقام ويتقدم على بيروت قبل دقيقتين وسبعة. خلينا نشوف. الكرة ضايعة، برافو توني هوكنز سرقها. علي، توني هوكنز، باتريك أو إلي إلى باتريك، ضاعت على نادي بيروت. أحسن وقت للفريق الفلبيني يعادل الأرقام على نادي بيروت. قلت كان وقتها أحسن وقت لنادي بيروت يتقدم بعشرة، راحوا بستة وراحوا بثمانية، لكن حاليا الفرق خمسة. متبقي دقيقة واربعة وخمسين ثانية. هنا في تايم اوت، قد تختلف الأمور بدون شك بعد التعليمات للمدربين، لكن برأيي وجهة نظري لو اكتملت المباراة بدون أي توقف كان نادي وفريق مايتي سبورتس قدر يعمل كمباك على نادي بيروت ويتقدم قبل هالوقت اللي بينتهي قبل أحداث الشوط الأول. خلينا نرجع ونشوف بعد الوقت المسقط شو راح يصير. النتيجة 35-32، مو 37-32، 35-32 نتيجة. الفرق ثلاث. أندري بلاتش بيعادل الأرقام، لا ما بيعادل. جود جوب لإلي رستم. إلي رستم اللي كان كابتن منتخب لبنان مع مباراة أو في مباراة نيوزيلندا في تصفيات كأس العالم بغياب فادي الخطيب، باعتزال فادي الخطيب وبغياب جان عبد النور كان وقت الإصابة. في فاول، برافو نادي بيروت. هذا هو جيروم جونسون اللي المفروض يلعب أكثر مع باقي اللاعبين، عم بياخذ حلو هالدرايف منه أكيد، لكن بعض الأحيان صعب تاخذ المباراة واحد لواحد طول الجيم، كل هجمة واحد لواحد ويصير عليك دبل تيم تاخذ تاف شوت، الشوت صعبة. خلينا نشاهدوا على الفري ثرو لاين حاليا، هداف الجيم ب 16 بوينتس. بيسجل الأولى. بيسجل الثاني، برافو. برافو جيروم جونسون. أندري بلاتش. الكرة دائما عند رافينا. ويليامز. رافينا درايف. بلاتش تحت الباسكت بيسجل بلاتش، لكن رينالدو بالكمان. رينالدو بالكمان نقطته الثامنة في المباراة، هو له 8 نقط وأندري بلاتش له 8 نقط. وحاليا توني هوكنز عندك مسماتش، تقدر تعمل درايف على اندري بلاتش الابطا منك،
هذا جيرون جيرام جونسون بيضيع جي جي بتوصل عند اندري بلاتش مسؤول عن كلامي بيقدر نادي مايتي سبورتس يعادل الارقام ويتقدم حد يقول لي 47 ثانيه متبقي طبعا بيقدر يعادله ويتقدموا بهالوقت اذا نادي بيروت بيعطي هيك برد على الهجوم وبيعطي ايزي درايف زي هالطريقه 37 36 اذا عم بقرا حركه اقدام اللاعبين حركه اللاعبين داخل ارض الملعب ما عم بقرا شيء ثاني 37 36 نادي بيروت مطالب بالتسجيل والا راح يخسر الليد مع نهايه الشوط الاول من الجيم. ايلي باتريك بياخذ الجمب شوت على الشورت كورنر ضاعت، هاي فرصه الفريق الفلبيني اللي راح ياخذوا التقدم، هاي فرصه الفريق الفلبيني راح ياخذوا التقدم، ممكن نادي بيروت يعمل الجود ديفنس وما يسمحوا باي ايزي درايف، ما يعطوا اي اوبن شوت على الارك، خلينا نشوف بلاتش اندري بورفيك اندري اخذها على الارك ضاعت الكره 37 36 بيروت بيخسر او بيتقدم على مايتي سبورتس الفلبيني بنقطه كان ممكن يخسر الليد بدون شك في كره اندري بلاتش الان اكيد بنرجع على الاستوديو التحليلي لزميلنا حسن عودي مشاهدينا الكرام ضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي اما انا اشرف سماره بودعكم على امل ان التقي بكم بعد 15 دقيقه من الان لمتابعه احداث الشوط الثاني بربعه الثالث والرابع تفضل زميلي حسن لك الكلمه إذا نرجع مشاهدينا الكرام إلى أحداث الشوط الثاني نادي بيروت مايتي سبورتس الفلبيني بيروت تقدم بنقطة 37-36 بعد ما كان نادي مايتي سبورتس الفلبيني متقدم بتسع نقط 19-10 قدر نادي بيروت يعمل الكامباك حتى هيك يتقدم بستة وأنا الشوط الأول متقدم بنقطة 37-36 وحاليا الفريقين بيبدوا الكوارتر الثالث من هالجيم بدي أذكر بعض الإحصائيات هنا 3 بوينتس ضايعة ومناسبة الحديث عن 3 بوينتس مايتي سبورتس الفلبيني اللي عمل الدنك حاليا شات 14 3 بوينتس لغايه الان سجلهم ثلاثه، نادي بيروت سجلوا 5 3 بوينتس من اصل 17 نسبه 29%، نادي بيروت اليوم عامل 14 ريباوند التفوق لنادي مايتي سبورتس الفلبيني هنا الي رستم بنقطته الخامسه وحاليا سادس 3 بوينتس لنادي بيروت بالجيم من اصل 18 برافو لكابتن منتخب لبنان، واحد من اللاعبين اللي اخذوا كابتن منتخب لبنان بغياب او اعتزال فادي الخطيب وبغياب جان عبد النور بعض المباريات عموما 2 بوينتس لجيمي مالونزو اعلى فارق شهدناه 19-10 بهالجيم فارق 9 نقط عمله مايتي سبورتس الفلبيني بالكوارتر الاول هون توني هوكنز مش ماشي معه ابدا هاللاعب اللاعب رقم 23 بنادي بيروت توني هوكنز واحده من خمسه على مسافه الثري بوينتس دائما عند جيلان كيندريك اندري بلاتش
أندري. نتيجة التعادل 40-40 عم بتكون حاضرة مع بداية الكوارتر الثالث. أندري بلاتش كيك ذا بول أوت عند جيمي مالونزو بيخوف هاللاعب. ضاعت أندري على الريباوند. الريباوند دائما لفريق بيروت. ويليامز نادي بيروت مش مطلوب منه يعمل التورن اوفر. هذا ثامن كرة أو ثامن تورن اوفر على نادي بيروت بالجيم. ويليامز كرة بالانسايد عند أندري بلاتش. في مس ماتش كبيرة بينه وبين باتريك. باتريك صعب يدافع على أندري بلاتش لحاله. ذلك دبل تيم مع روتيشن يعطوهم كرة صعبة. ضاعت. برافو للريباوند. الأوفنسيف ريباوند لنادي مايتي سبورتس. هذا الخامس لهم بالجيم. وحاليا بالسكند تشانس عم بيسجلوا سكند تشانس بوينتس بعد متابعة هجومية. رجعوا على فكرة هاي نقطتهم الخامسة بالسكند تشانس فريق مايتي سبورتس الفلبيني. بالنسبة لنادي بيروت عمل بس باسكت بالسكند تشانس. نادي بيروت عمل بس واحد اوفنسيف ريباوند. هنا مشكلة كبيرة. نادي بيروت المفروض يروحوا على البورد بعد ما تضيع الكرة. ضاعت الكرة ما في ريباوند. الريباوند دائما لأندري بلاتش لكينريك لرينالدو بالكمان اللي مش موجود على ارض الملعب او موجود حاليا على ارض الملعب على تحت الباسكت وبيحاول يسجل. رينالدو بالكمان وبيوصل لنقطته 12 في المباراة وهو هداف الفريق الفلبيني ب 12 نقطة. هداف نادي بيروت بالشوط الأول أكيد كان علي مزهر أو عفوا جيرم جونسون ب 18 نقطة. هذا إلي رستم. إلي لعلي. علي مزهر بياخذ الجام شوت لباتريك. 1 2 حلوة كثير ما مسكها علي. كانت حلوة هال 1 2. 45-40 بسرعة الفريق الفلبيني قلب النتيجة. الفريق البيروتي اللي اسمه بيروت سجلوا 3 نقط بهالجيم لغايه الان. 9 نقط لفريق مايتي سبورتس بالكوارتر الثالث. الحلول عند نادي بيروت قلت يمنعوهم ياخذوا فاست بريك بوينتس. يمنعوهم ياخذوا كرات على الثري بوينتس مرتاحين. دفاع الي سرقها. برافو الي. رجعت توني هوكنز اخيرا بيسجل بالرننج جيم بالفاست بريك. بيروت اليوم عامل 15 نقطه مع هالدنك بالفاست بريك. بال 15 نقطة بيروت عامل بالفاست بريك. جود دبل تيم. الحكم احتسب فاول. على باتريك والرابع. مروان زيادة رح يكون حل ممتاز برأيي. مروان زيادة رح يكون حل ممتاز ليوقف أندري بلاتش. هنا الفاول على باتريك. مروان بيقدر يوقف أندري بلاتش. لكن لازم يكون قريب عليه على الثري بوينتس. مروان تحت الباسكت على اللو بوست ما عندوش مشاكل. جسمه قوي بيقدر يوقف. أندري بلاتش ممكن يسحبه لبرا. يحاول يربح منه الفاول. شوف الكروس اوفر مره اولى ثاني. أندري بلاتش بيسجل 2 بوينتس العملاق الامريكي. 10 نقط لأندري بلاتش. 12 نقطه لرينالدو بالكمان. إلي رستم. إلي توني هوكنز اخيرا بيسجل على الجوب شوت بعد ما سجل على الدنك. نقطة 11 لتوني هوكنز. هذا إلي صاحب الفايف بوينتس لغاية الآن. ويليامز مس ماتش. رينالدو بالكمان فيها فاول على توني هوكنز. على فكرة مثل هيك فاول بينحسب ان سبورتمنت لايك. مثل هيك فاول بينحسب خطأ غير رياضي. ليه؟ خلينا نشرحها. لا جيرم جونسون خلينا نشرحها لأنه تعلق باللاعب معناها خطأ غير رياضي على مسؤوليتي. رميتين وحيازي هالفاول 100%. سبعة واربعين أربعة واربعين. فريق مايتي سبورتس الفلبيني دائما عند رينالدو بالكمان. 48-44 فريق فلبيني ب 13 نقطة. أشهر لاعبين في الفلبين أكيد لعبوا زمان ألفين بوترومونيو. بوترومونيو كان أهم اللاعبين الفلبينيين آخر 30 سنة. ألين كاريك روميلا دوكول حاليا شاهدنا بالجيل الجديد مع أندري بلاتش. شاهدنا جيسون كاسترو. شاهدنا تيرنس روميو. كالفين أبويفا. وهالأسماء طبعا زي جابث أجيلار. وهنا علي مزهر لاعبين اللبنانيين مميزين. وهنا جيرم جونسون بياخذ الجامب شوت على 2 بوينتس بيسجل. برافو عليك. مباراة كبيرة لك. 20 نقطة برصيدك. 49-46 اليوم الفريق بيروت. أول 5 دقائق ما كان حاضر دفاعيا لكن
بعد هيك صار اقوى دفاعيا. حرم الفريق الفلبيني من ميزه الاوفنسيف ريباوند بالشوط الاول وحرمهم من الفاست بريك بوينتس. جيروم جونسون اون فاير لكن هالمره ضاعت. ويليامز 3 بوينتس بيأجلها كيندريك. ويليامز على الارك اللي بيعمل الدفاع كره ضايعه. برافو عليك يا مروان بيربح الديفنسيف ريباوند. جيروم جونسون المفروض تلعب مع الزملاء. إلي بياخذ كره على الارك ضاعت. استعجال فاست بريك بوينتس ورينالدو بالكمان بيسجل والكوتش مروان مش راضي على هيك كره ضايعه. لما بتلعب 5-4 مفروض تروح على الباسكت. ريباوند اندري بلاتش وعلى طريقه البيسبول اندري بلاتش لرينالدو بالكمان ايزي باكت. It's a 505 game. It's not a pickup. You don't want to go pickup. They want it. You pick up 505. Hold for you. We good. Defense. One stop at a time. Defense. Go. Defense. نرجع لأرض الملعب 53-46. واحد من أصدقاء جي جي بعت لي إنه إلي رستم كابتن المنتخب اللبناني بعد اعتزال جن عبد النور. معك حق. بعد اعتزال فادي الخطيب وجن عبد النور أكيد إلي رستم كابتن المنتخب اللبناني. كان أنا كنت عم بقول بغياب فادي اعتزال فادي وبغياب جن عبد النور تحديدا في مباراة نيوزيلندا كان هو الكابتن في بعض المباريات، لكن أكيد هو الكابتن المقبل منتخب لبنان. ملعب حاليا مباريات. عموما هنا باسكت سجل الفريق الفلبيني بالفاست بريك بوينتس. هاي نقطتهم السادسه مش هيك؟ راح يكونوا على رميه حره اضافيه. بدي اتشكر اكيد لجي جي. ٥٥-46 فارق 11 نقطه بالجيم. مروان عند إلي كريم عز الدين. الفارق 10 بوينتس حاليا. إلي رستم. إلي لمروان زيادة. مروان بياخذ الجامب شوت. مروان برافو عليك بيسجل بلحظات صعبة على آخر ثانية. وإن كان طبعا محظوظ كان مع الباك بورد كانت كلها صعبة لكن ما بيمنع عامل شغله دفاعيا وبيسجل هالباسكت هجوميا. هون عم بيعمل السويتش مروان زيادة. مروان على كيندريك. جود جاب لمروان زيادة. ترجع عند الفريق الفلبيني 56-48. باسكت ضايعه. الريباوند وين؟ اوفنسيف ريباوند من جديد. اخذوا ثلاثه اوفنسيف ريباوند بالشوط الاول وحاليا بالربع الثالث محصلين ب 6 دقائق ونص ثلاثه اوفنسيف ريباوند. شوط كامل ثلاثه اوفنسيف ريباوند وب 6 دقائق ونص ثلاثه اوفنسيف ريباوند لفريق بيروت. عليه مراجعه نفسه خاصه على البوكس اوت لانه بالسكند تشانس بوينت حاليا صاروا مسجلين 8 نقط. وكيندريك عم بيضرب على الارك. الفرق 11 النقطه الساسه لجيلان كيندريك. فرحة الجالية الفلبينيين حاضرة في دبي. 3:19 ثانية. دائما عند إلي رستم. إلي لكريم عز الدين. كريم اطلع على الباسكت يا كريم. إلي شمعون بياخذ كرة صعبة ضايعة. نايس كروس اوفر من كيندريك. ويليامز شوفوا هالسكيلز عند هاللاعب اللي اسمه ويليامز. سريع عنده دربل باليد اليمين الشمال بيقدر يعمل درايف بيقدر ياخذ الجامب شوت اوف دربل بيقدر يعمل كل شيء. ويليامز ستيب باك على الارك. واو سوبر واو ممتازه هالكره على الارك. الفرق لاول مره بالجيم يوصل لحد 14 نقطه. 14 نقطه فريق بيروت سجل لغايه الان مع هالثري بوينتس. برافو عليك يا إلي شمعون. فريق بيروت سجل لغايه الان 14 نقطه واكيد فريق مايتي سبورتس الفلبيني
سجلوا 26 نقطة بهالكور، 26 نقطة بالكورتر الثالث. طبعا مايتي سبورتس الفلبيني ما وصل ابدا لهالرقم، على اعتبار انه سجل 21 نقطة بالربع الاول، 13 نقطة بالربع الثاني، 26 بوينتس 26 نقطة بالكورتر الثالث، من 36 ل 62. بيروت من 37 ل 51 14 نقطة. بيروت سجل بالربع الأول 24 نقطة، الربع الثاني بيروت 15، حاليا 14. إلي شمعون، كريم عز الدين، مروان زيادة، إلي رستم، ورالف عائل، هم خماسي نادي بيروت. خماسي الفريق الفلبيني مايتي سبورتس. ويليامز اللي مع الكرة، كندريك، جيلان، إيزاك. هناك رافينا بالقميص رقم صفر، هذا هو رافينا. رافينا بيحاول يعمل الدرايف، رافينا بيضيع، كريم عز الدين على ريباوند عند الكابتن إيلي رستم، مش كابتن نادي بيروت اكيد، كابتن المنتخب اللبناني، والله حتى كابتن نادي بيروت هو إيلي رستم. كريم عز الدين درايف، نايس كروس اوفر، تمرير عند إيلي شمعون، جود ديفنس للفريق الفلبيني، برافو للفريق الفلبيني، عم بيعمل الضغط الدفاعي ممتازين حاليا. ويليامز، كندريك، ماكنزي الى ويليامز، ويليامز من جديد، الجام شوت الصعبه على مروان زيادة بيسجل. هائل هاللاعب، هائل هاللاعب، مش معقول ويليامز شو عم بيعمل بالجيم. ماكي ويليامز بيسجل، ماكي ويليامز نقطته 13 في المباراه. إلي رستم عنده خمس نقط برصيده، إلي بيسجل، برافو عليك يا كابتن. واو كيف هالكره ضاعت، كل كره بتعطي نفس، كثير كانت مهمة سجل هال 2 بوينتس وروح على الرمية الحرة إضافية تكون 3 بوينتس بلاي. إلي راح يكون على الفري ثروز، بيروت على الرميات الحرة في مباراة اليوم ما ظهروا. خلينا نتخيل أول كوارتر، ثاني كوارتر، وثالث كوارتر، شاتوا بس أربع رميات، ودائما بقول بالباسكت لازم يكون عندك أربع على ست رميات بكل كوارتر، لأنه لما بتشوت أربع على ست رميات بكل ربع تعمل مشكلة عند الفريق الثاني، بتدخلهم بالفاول ترابل. هذا اولا، ثانيا ترفع نسبك المتدنيه على مختلف المسافات لانها نقاط سهله او ايزي بوينتس. واحد من ثنتين لإلي، النقطه السادسه له. توني هوكنز بيدخل على ارض الملعب مكان مروان الزيادة، ارى الملعب بشكل ممتاز، الكوتش مروان خليل شاف ما في بيج جاي عند الفريق الفلبيني، قال ما بيمنع انه العب بكريم عز الدين يكون البيج جاي تبعي، وتوني هوكنز يدافع تحت الباسكت، بدي خمس لاعبين سريعين يكونوا على الاوفنس حاليا وعندهم نسب عاليه على الاوفنس. ماكنزي مون، ماكنزي لاعب قوي بالدرايف، شوته ضعيفه لكن قوي بالدرايف، كل كره بيفكر بالدرايف، كل كره بيفكر بالدرايف، لذلك اللاعب اللي بدافع اللاعب رقم 94 مفروض يسكر له الايد اليمين. اللاعب اللي بيلعب بالقميص رقم 94 كل مره بيعمل درايف بالايد اليمين على الباسكت، بالايد اليمين، الايد الشمال قليله عنده، لذلك إلي شمعون المفروض يسكر له اليمين ويجبر يروح على الليفت هاند، لانه راح يتقلل من قدراته بالدرايف. ماكنزي عنده ثلاث نقط بالجيم، ستايله حلو على الفري ثرو لاين، بيسجل الرميه الحره الاولى. الفارق 13 بوينتس، برافو لفريق مايتي سبورتس الفلبيني. فريق فاز بكل مباريات لغايه الان، نادي بيروت خسر مره واحده، نادي بيروت كان امام الابيض الاماراتي. منتخبنا الوطني اللي قدم مباراه ولا اروع قدر يربحها. إلي شمعون عند إلي رستم بيسجل، برافو عليك، نقطتك الثامنه في المباراه. الفارق 12، 66 54، 66 54، 30 نقطه، 30 نقطه بهالربع بالنسبه للفريق الفلبيني، 30 نقطه، هذا اعلى سكور بيسجلوه. ولما نحكي عن 30 نقطة بربع بالنسبة لفريق الفلبيني، معناها دفاع نادي بيروت صار فيه دروب، دروب كبير كمان مش شوي. إلي رستم، إلي، نايس باس، توني هوكنز، مش معقول شو عم تعمل؟ ضاعت. 30 ثانية على النهاية، نهاية الفترة الثالثة من الجيم. ويليامز، ويليامز ستيب باك مع ال 3 بوينتس، موفقين كثير، موفقين كثير بهالربع. 13 نقطة خلاهم 16، ويليامز 16 نقطة لويليامز على الارك، 69 54 فارق 15 نقطة مع نهاية الفترة الثالثة. جيرون جونسون ياخذ كرة، البلوك موجود من ماكنزي، الوقت ما انتهى لسه، حاليا بينتهي الوقت مشاهدينا الكرام على فارق 15 بوينتس.
لفريق مايتي سبورتس الفلبيني على حساب بير رود اللبناني. الكوارتر الاخير، هل بيرفع الراية البيضاء الكوش مروان خليل ولاعبي نادي بيروت؟ هل بيستمر فريق مايتي سبورتس الفلبيني بهالكيفية وهالنسب العالية؟ رح نتحدث لكن على هالنسب، لكن خلينا نشوف بعض الهايلايتس من مخرجنا محمد الكتبي، نسمع كلام كلا مدربين ونرجع بعدها لآخر ربع في المباراة. هذا اعلى فارق في المباراه، فارق 15 نقطه. نادي بيروت كان تقدم بالشوط الاول بالجيم 27-21، كان الفارق 6 بوينتس اعلى فارق لبيروت. هذا الربع سجل فريق الفلبيني 33 نقطه. لما نتحدث ليه سجل الفريق الفلبيني 33 نقطه، خلينا نتخيل انه فريق الفلبيني كان مسجل 3 3 بوينتس بالشوط الاول، بالربع هذا لحاله سجلوا 4 3 بوينتس، يعني 12 نقطه عن الارك فريق مايتي سبورتس. ومش هيك كمان، لما نتكلم عن الفريق الفلبيني تحسن أداؤه على مستوى لاعبين القادمين من البنش، لأن لاعبين البنش كانوا مسجلين 4 نقط بالشوط الأول، حاليا صاروا 15 بالكوارتر الثالث. وهنا جيرم جونسون أبرز لاعبي بيروت بيروح لنقطته 23، كرة بيسجلها على الآرك نادي بيروت على الثري بوينتس 8 من 27، 24 نقطة نادي بيروت من أصل 9 57 على الثري بوينتس. بالمقابل الفريق الفلبيني سجلوا 7 من 21 21 نقطة للفريق الفلبيني على مسافة القوس أو الأرك. فريق الفلبيني كان عنده توازن كبير وبالتالي حصلوا على رميات حرة. خلينا نتخيل الفريق الفلبيني كان شايت 5 فري ثروز مسجلهم بشوط أول، ربع أول وثاني. بالربع الثالث سجلوا كمان 5 لوحاله، يعني الربع الثالث كان هائل بالنسبة لهم على مستوى السكور، على الارك، على 2 بوينتس، على الفري ثروز. ومش هيك كمان، كانوا حاضرين على اوفنسيف ريباوند. وهنا توني هوكنز جون جونسون بيسجل نقطته 25 في المباراه، الفارق 10، ما في شيء انتهى، وقت طويل بالباسكت. قادر نادي بيروت اذا دافعوا بطريقه ممتازه على الفريق الفلبيني اللي دائما بقول متهور، خاصه كيف بياخذوا الكرات على الثري بوينتس بشكل مستعجل، باستثناء هذا اللاعب اللي عنده الكره، هذا ما طبيعي. ويليامز مو طبيعي ابدا، ماكي ويليامز شوفوا من وين اخذها، وتحت بريشر كبير من الي شمعون بيرفع الفارق ل 13 نقطه. ويليامز قلت مو طبيعي في مباراه اليوم. ويليامز ماكي ويليامز صار مسجل 19 نقطه برصيد. ماكنزي ستيب باك بياخذ الجامب شوت بيسجل ماكنزي 7 نقط. اذا بنشاهد لاعبي فريق مايتي سبورتس الفلبيني، اندري بلاتش، رينالدو بالكمان، ماكنزي، كندريك ويليامز، يعني 5-6 لاعبين قادرين يوصلوا لحاجز 10 بوينتس ايزي بكل جيم. رالف عال درايف، جيروم جونسون تحت الباسكت يضيع، جيروم جونسون ضيع، لكن عامل مباراه كبيره بصراحه، 25 نقطه ومن احسن لاعبي فريق بيروت بهالجيم من كل الاماكن. ويليامز بيرجع، ولد لاعب مو طبيعي، 22 نقطه لماكي ويليامز. ماكي ويليامز نايس باس، سحب الدفاع كندريك وبيعطي ويليامز اللي بدافع على ويليامز المفروض ابدا ما يتركه. هنا الي شمعون على 3 نقط، سلموا فريق بيروت بالجيم خلاص 16 نقطه، وعم بيلعبوا وكانهم بادين الربع الاول فريق الفلبيني. فريش تيكس مو طبيعيه عندهم هالفريق، واللاعبين جايين من البنش. ونشوف 3 بوينتس بدون اي دفاع ضيعها كندريك، لكن نادي بيروت كان محظوظ انه ضاعت. ضاعت الكرة، شوفوا كم لاعب راح يروح على الاوفنس وكم لاعب بس راح يدافع، 3-1 بدون تعليق خلاص. ما عاد في نادي بيروت يرجع بهالجيم، امور صارت صعبة كثير. علي مزهر وكريم عز الدين
على البنش كان بيحاول يشركهم الكوتش مروان، لكن حاليا في وقت مستقطع. 77-61 فرق كبير، 16 نقطة مع فريق مش سهل على الإطلاق زي فريق مايتي سبورتس. رافينا على الفري ثروز. لما نعرف انه الفريق الفلبيني ما ارتكب اي فاول بالكوارتر الثالث بنعرف انه نادي بيروت عم بياخذوا الجام شوتس وعم بيبعدوا انهم يعملوا اي درايف او يربحوا فاولات ويجبر الفريق الفلبيني على الفري ثروز. خلينا نشوف الهجمه كيف راح يلعبوا فيها نادي بيروت اليوم. كريم عز الدين ما حسيته جاهز بهالبطولة، وعلى حتى اليوم كريم عنده اشي افضل من هيك. هل هو كريم سجل 3 نقط بهالجيم؟ هنا الي رستم جمب شوت بيسجل، الي رستم على الارك لنادي بيروت، نقطة 13 للكابتن. 78-64 فرق ال 14. دائما عند رينالدو بالكمان. رافينا رافينا بيعكس الكرة من جهة لجهة، دائما عند مقطوع الكرة، انقطعت من ويليامز لكريم عز الدين لجيرم جونسون فيها ووكينج. عموما كريم عز الدين الي روستوم باسكت ان ورمية حرة إضافية، برافو يا الي، سوبر الي سوبر. روستوم بيسجل خمس نقط ورا بعض وبنزل فرق 12. الفرق كان 16 بوينتس. إداريين نادي بيروت الحاضرين إذن 6 دقائق أخيرة على نهاية الجيم. أندري بلاتش، رينالدو بالكمان، نايس جود ديفنس. إلي رستم، وين التايم أوت الفلبيني؟ وين التايم أوت؟ على فكرة مدربهم كثير بتأخر بالتايم أوت، كثير مو شوي، كثير. بالربع الأول كانوا متقدمين 19-10، ما طلب تايم أوت حتى لما تقدم بيروت 24-21. دبل تيم، كريم بيقدر يوقفه، بيقدر يحصل على تشارج. جيرم جونسون سبين، ورينالدو بالكمان بيسجل، بيسجل رينالدو بالكمان. الفرق 12، 20 نقطة لبالكمان. جيرم جونسون فيها فاول ضد رافينا. خطأ الشخصي الثاني على الفريق الفلبيني. خطأ شخصي واحد على بيروت بهالكوارتر. شو حنين أندري بلاتش. حنين كثير أندري بلاتش. نادي بيروت حاليا بيحتل المركز الرابع على جدول هل او ترتيب هالمجموعه. خلينا نشوف هالكره. مايتي سبورتس خلف الراتسي، طبعا مايتي سبورتس اذا ربح هالمره راح يكون بالصداره.
محاولة درايف على الباسكت هناك رينالدو بالكمان بيحاول كرة ضايعة بلوك حلو كتير على جيرون جونسون كرة ضايعة على الفريق الفلبيني نادي بيروت في المركز قلت الرابع لعبوا ثلاث مباريات خسروا ثلاثة وربحوا واحدة موجودين في المركز الرابع بانتظار مباريات الغد لنتعرف أكثر لكن أعتقد مهددين بالخروج نادي بيروت من هالبطولة خاصة أنه خسروا مع منتخب الوطني الأبيض الإماراتي الموجود بالمركز الثالث بيفوز واحد وأعتقد أنهم رح يواجهوا خطر الخروج أو الخروج من البطولة بطولة دبي الدولية لكرة عموما كريم عز الدين على الفري ثروز كريم بيضيع كريم ضيع تنتين كريم عز الدين ديليانو فري ثروز بيسجلها ماكنزي مور راس الامور بتنحسم 83-68 فرق 15 نقطة علي مزهر كريم عز الدين بياخذ كرة على الثري بوينتس ايضا ضايعة وجيرون جونسون بفولو سلام دانك برافو عليك افضل لاعبين نادي بيروت هالجيم ب 27 نقطة سكاي تايم للاعب الامريكي ماكنزي نايس موف درايف ولا احلى وبالايد الشمال بيسجل 12 نقطة 12 نقطة بالجيم لماكنزي هنا إلي صاحب ال 17 بوينتس 17 نقطة بيعمل سبين برافو عليك جود جوب يا كابتن روعة يا كابتن مش معقول إلي رستم لعيب كبير شوف هالسبين أب أند إن على جلاس بيسجل 2 بوينتس إلي رستم المباراة صارت الأوفنس على حساب الديفنس فيها واحد لواحد وكانك عم تحسها ستريت بول عموما ماكنزي بياخذ كرة على الأرك ضاعت الريباوند علي مزهر علي ضربها لتوصل عند باتريك رجعت علي مزهر راح يروح عن فيها عند إلي إلي عامل 19 ممكن يخليهم 21 روح فيها عند إلي علي من قبل عموما علي بيرجع برافو عليك يا علي وحش علي مزهر وحش علي معلي اثنين تورنوفر ورا بعض أندري بلاتش سلام دانك إيزي باكت إيزي باكت ماكنزي 14 بوينت جيروم جونسون 3 بوينتس وبيرد 30 نقطة لجيروم جونسون نادي بيروت بتلقى خسارة الرابعة سبعة وثمانين خمسة وسبعين هنا الثري بوينتس سجلها جيروم جونسون كريم عز الدين بيغادر الملعب بخمس أخطاء شخصية حاليا أندري بلاتش رح يكون على الفري ثروز بعد آخر لقطة فرق 12 دقيقتين وستة وعشرين ثانية على نهاية الجيم أندري بلاتش بيسجل نقطة ال 11 20 نقطة لرينالدو بالكمان ماكنزي سجل 14 بوينتس 23 نقطة لويليامز أربع خمس لاعبين وقلت كل جيم بيروحوا هالأربع وخمس لاعبين بالدبل ديجيتس أندري بلاتش بترك قلب الملعب ب 12 نقطة بحي الجماهير الفلبينية بطريقة ممتازة مجنس المنتخب الفلبيني قلت كان حاضر معهم بكأس العالم مشاهدين الكرام أندري بلاتش لعب معهم بال 2014 و 2019 عموما هذا جيروم جونسون جيروم جونسون 30 بوينتس درايف باسكت نو باسكت تو شوتس نادي بيروت بشكل كبير بيودع البطولة مشاهدينا الكرام بخسارته الرابعة وعنده فوز فقط وحيد
جيروم جونسون بيضيع. غدا مباريات الغد في فقط مباراتين او عفوا ثلاث مباريات. هوبس راح يلعب مع الجامعه الامريكيه. جمعيه سلا المغربي امام الوفد السوري، اليوم حقق فوز الوفد السوري على نادي الرياضي اللبناني والاتحاد السوري مع منتخبنا الوطني الابيض الاماراتي. عموما 89 77 فرق 12. خوان جوميز ديليانو كروس اوفر مع الستيب باك ضيعها على الارك، رجعت ماكنزي اللي عم بيقاتل. مش معقول هالروح الكبيره عندي لرسم، لو كل لاعبين بيروت بهالروح وكل لاعبين لبنان بشكل عام بهالروح اللي عند دائما عند إلي رستم ما حدا بيغلبهم. عموما كرة على 3 بوينتس فلبينية ضايعة، ريباوند عند باتريك اللي عنده أربع فاول. إلي رستم ما زال عم بيركض، ما زال عم بيلعب، ما زال عم بيهجم، ما زال عم بيدافع. إلي رستم صاحب ال 19 بوينتس 19 نقطة لإلي. إلي لعلي مزهر، علي بياخذ كرة على الآرك ضاعت من علي توصل عند ماكنزي. هالبطولة فادت كثير علي مزهر صراحة لأنه كان بينقص المباريات الدولية وراح يكون حاضر مع المنتخب اللبناني بتصفيات كأس آسيا. مركز البوينت جارد في المنتخب اللبناني بألف خير علي منصور، علي مزهر ووائل عرعجي. 91-77 لاست مينت آخر دقيقة. باتريك ضغط علي، إلي بيطلبها وراح يشوتها إذا مسكها. إلي رستم راح يشوتها إذا مسكها، لا بيمرر عند عبد المسيح اللي بيعطيه الكوتش مروان خليل فرصة المشاركة. جاد عبد المسيح، جيروم جونسون، جونسون 32 نقطة صاروا 35، لا ضاعت و بيج على الريباوند. الأمور بتنتهي مشاهدين الكرام على هالنتيجة، رح يلعبوها الفير بلاي. ما بعتقد رح يروحوا على الباسكت الفريق الفلبيني بكل روح رياضية عم بينهوها. 91-77 فرق ال 14 نقطة مشاهدين الكرام. بالفعل بنقول مبروك لفريق مايتي سبورتس الفلبيني صدارة هالمجموعة، وبنقول هارد لك لنادي بيروت تعرض لخسارته اللي تفضلت من البطولة بدون شك. 91-77 هاي كانت النتيجة. 91-77 فرق ال 14 نقطة. أيضا برافو لفريق مايتي سبورتس الفلبيني، هارد لك لنادي بيروت. هيك كانت النتيجة النهائية وهيك كان ختام هذا اليوم الطويل على مستوى الباسكت بول عبر دبي الرياضية مع أربع مباريات بدون شك مشاهدينا الكرام. هيك كانت ختام، اكيد ما ضل فيني الا اشكركم على المتابعه دائما. غدا رح نكون عندكم معكم طبعا بثلاث مباريات، ما ضل فيني حاليا الا اشكر مخرجنا محمد الكتبي، كل فريق العمل، كل المصورين، واروح للزميل حسن عوده في الاستوديو التحليلي لحديث اكثر عن مباريات اليوم وعن هالمباراه تحديدا. اما انا اشرف سماره احييكم ونلتقي مع مواعيد قادمه باذن الله. مع السلامه.